السفارة الإيرانية هدف العمل الإرهابي الذي هز لبنان الثلاثاء وصلت لليوم الثاني استقبال المعزين بالضحايا. شخصيات سياسية دينية اجتماعية ودبلوماسية حضرت لتقدم واجب العزاء، وأبرزهم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي صادف حضوره إلى السفارة مع وجود رئيس تيار المردى النائب سليمان فرنجية، فاجتمعا ولو من خلال مصافحة. ومن هناك كان تأكيد من فرنجية أن القاعدة أعلنت وجودها في لبنان. الصراع عم بينتقل من دولة لدولة لدولة، واليوم عم بيحاولوا يزعزعوا الاستقرار بلبنان، ما نزيد على بعضنا لأنه المزايدات على بعضنا هي اللي وصلتنا لهون. كتلة المستقبل النيابية حضرت بدورها من خلال وفد نيابي ترأسه النائب عمار حوري الذي أكد أن هذه اللحظة ليست للنقاش السياسي. نستنكر الإرهاب من أي جهة أتى وفي أي اتجاه كان. وبعد اختتام مراسم العزاء رأى السفير غنفر ركن أبادي أن الجرائم الإرهابية لا جدوى لها وأنهم مستعدون لتقديم أرواحهم، لكنهم لن يتراجعوا قيد أنملة عن مبادئهم.